النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع، أسبوع العيد. تقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم جميعا بألف خير. كما يعلم الجميع، تتأثر المملكة يومي الأحد والاثنين بكتلة هوائية حارة تعمل على رفع درجات الحرارة في مناطق عدة من المملكة. نبدأ هذه النشرة الجوية الأسبوعية بيوم الأحد الذي يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تصل درجة حرارة في العاصمة إلى ما قارب 36 درجة مئوية مع أجواء حارة، 35 في إربد و 39 درجة مئوية في البادية الجنوبية ومعان الأجواء حارة. تكون الأجواء شديدة الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة تصل إلى 43 درجة مئوية. أما جبال الأشرار تقريبا تكون بمنأى عن تأثير مباشر لهذه الكتلة الهوائية الحارة، ودرجة حرارة 33 درجة مئوية. إجمالا الطقس يكون حارا نسبيا إلى حار في أغلب مناطق المملكة، خاصة في ساعات الظهيرة والعصر بمشيئة الله تعالى. المنطقة الشرقية توقع أن تصل درجة حرارة بها إلى 41 درجة مئوية، أيضا الأجواء هناك حارة بشكل عام. في ساعات الليلة القادمة يتوقع أن نلحظ أن هناك تغير كبير في الأجواء بالمقارنة عن ما كانت عليه خلال الليالي الماضية. تتمثل بأن الأجواء هذه الليلة ستكون أدفأ من الليالي الماضية بشكل عام، فتصل الصغرى هذه الليلة في العاصمة من إلى 25 درجة مئوية، 28 درجة مئوية في معان الصغرى. في العقبة درجة حرارة الصغرى هذه الليلة تقريبا 32 درجة مئوية، في جبال الشراء 24، وفي تقريبا إربد 25، وفي المنطقة الشرقية حوالي 28 درجة مئوية. يوم الاثنين وقفة عرفات يتوقع أن تصل أو تكون ذروة تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة تقارب درجات حارة في بعض الأحياء والمدن الأردنية إلى ما يقارب 40 درجة مئوية في ساعة النهار. الطقس حار في كافة ومعظم مناطق المملكة. تصل في العاصمة عمان كمتوسط إلى 37، ولكن في الأحياء الشرقية من العاصمة عمان قد تصل إلى 40 درجة مئوية. تصل إلى 36 درجة مئوية في إربد، 33 درجة مئوية في جبال الشراء، وتبقى بمنأى عن تقريبا التأثير المباشر لهذه الكتلة الهوائية الحارة. تصل إلى 40 درجة مئوية في البادية الجنوبية، والطقس حار إلى شديد الحرارة. في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة تصل درجة الحرارة بين 42 إلى 44 درجة مئوية في ساعات النهار، والطقس أيضا حار إلى شديد الحرارة، في حين يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة في البادية الشرقية بمقارنة عما كانت عليه يوم الأحد. تصبح يوم الاثنين حوالي 43 درجة مئوية في منطقة أروشت، والطقس حار إلى شديد الحرارة بشكل عام. تحسن طفيف على الأجواء في ساعات ليلة الاثنين على ثلاثاء ليلة العيد، تتراجع درجة الحرارة 24 درجة مئوية في ساعات الليل مثلا في العاصمة عمان. نتعرف الآن على الطقس في أول أيام عيد الأضحى المبارك. يوم الثلاثاء يتوقع أن يطرأ انخفاض يوصف بأنه ملموس على درجات حرارة. نلاحظ أن يوم الثلاثاء درجات حرارة أقل بشكل لافت عما كانت عليه يوم الاثنين، لكن بالرغم من ذلك يبقى الطقس حارا نسبيا تقريبا في ساعات الظهيرة والعصر. تصل في العاصمة على 33 درجة مئوية، كذلك أمر في إربد، في حين تكون 31 درجة مئوية في جبال الشرع. الطقس يبقى على ما هو عليه تقريبا يوم الثلاثاء أول أيام العيد في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وبالتالي تصل إلى 42 درجة مئوية في منطقة العقبة مثلا في مناطق الأغوار البحر الميت، 39 درجة مئوية في البادية الجنوبية. ويبقى الطقس شديد الحرارة في أول أيام العيد في المنطقة الشرقية تصل إلى 43 درجة مئوية في أرويشت، والطقس سيكون حارا للغاية بمشيئة الله تعالى في ذلك في أول أيام العيد. الطقس يتحسن بشكل لافت أيضا في ساعات الليل، يصبح الطقس معتدل في مناطق عدة مع نشاط في سرعة الرياح بمشيئة الله تعالى في أول أيام العيد. ثاني أيام العيد يتوقع أن يحدث أيضا المزيد من التراجع على درجات حرارة، تصل إلى 32 درجة مئوية في العاصمة عمان، تعود تقريبا درجات حرارة إلى معدلاتها الطبيعية، أجواء صيفية عادية، قد يكون الطقس حارة نسبيا لفترة من الوقت في ساعات الظهيرة والعصر. درجات الحرارة مشابهة أيضا في إربد 32، 30 درجة مئوية في جبال الشراء، لكن الطقس يبقى حارا إلى شديد الحرارة في مناطق البادية الشرقية والجنوبية بالإضافة إلى منطقة العقبة والأغوار بشكل عام. درجة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة تتراوح بين 42 إلى
44 درجة مئوية والطقس شديد الحرارة هناك، تصل في البادية الجنوبية إلى 39، وتبقى الأجواء شديدة الحرارة في منطقة البادية الشرقية تصل إلى 44 درجة مئوية في ساعات النهار. يمكن القول بأن ثاني أيام العيد يوم الأربعاء هناك تغير أو اختلاف جذري في الأجواء بين مناطق المملكة، مناطق البادية والأغوار والعقبة الأجواء بها حارة للغاية، باقي مناطق هناك الأجواء بها صيفية عادية بمشيئة الله تعالى. اعتبارا من مساء يوم الأربعاء يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في ساعات الليل وترتفع نسب الرطوبة، ويتوقع هذا العيد أن ينقسم إلى قسمين. يبدأ هذا العيد بارتفاع في درجات الحرارة أو طقس مائل للحرارة يوم الثلاثاء والأربعاء، لكن من اعتبارا من مساء يوم الأربعاء وأيام الخميس والجمعة يتوقع أن تتراجع درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى. كما نلاحظ يوم الخميس درجة الحرارة تهبط في العاصمة من 30 درجة مئوية، تكاد تكون أقل حتى من ما هو معتاد عليه لمثل هذا الوقت من العام. أجواء مشمسة لطيفة صيفية عادية في ساعة النهار، حتى في ساعة الليل تكون رطبة، تظهر بعض السحب والغيوم في بعض المناطق. في إربد 31 درجة مئوية، في جبال الشرار أجواء معتدلة 28 درجة مئوية. تتراجع درجات الحرارة بشكل لافت في البادية الجنوبية في ثالث أيام العيد تصل إلى 36 درجة مئوية، لكن الأجواء تبقى في العقبة شديدة الحرارة تصل إلى 42 درجة مئوية في ساعات النهار. تكون في مناطق الأغوار والبحر الميت تقريبا 41 درجة مئوية، في حين تكون 42 درجة مئوية في منطقة البادية الشرقية، وتراجع طفيف لا يذكر في تلك المناطق بمشيئة الله تعالى. نختم هذه النشرة الجوية برابع أيام العيد وآخر يوم وهو يوم الجمعة. المزيد من التراجع في درجات الحارة، درجة الحارة في العاصمة ما تصل إلى 29 درجة مئوية في ساعات النهار فقط، وربما في ثالث ورابع أيام العيد في ساعات الليل قد نحتاج عند الجلوس في الخارج خاصة في المناطق المرتفعة جبلياً معطف خفيف بسبب احتمالية أن تكون أجواء مائلة للبرودة في ساعات الليل. 29 درجة مئوية في العاصمة عمان، 30 درجة مئوية في منطقة إربد وما حولها، 29 درجة مئوية في جبال الشرار. تراجع أيضا لافت درجات حرارة في المنطقة الجنوبية، في البادية الجنوبية مثلا تتراجع درجات حرارة 33 درجة مئوية في ساعات النهار، 39 درجة مئوية في العقبة بعدما تسجل مستويات أربعينية في معظم أيام هذا الأسبوع، ويبدأ أيضا التراجع في درجات الحرارة بشكل ملموس وكبير في منطقة البادية الشرقية تصل إلى 38 درجة مئوية. بشكل عام خلال أيضا هذا الأسبوع يتوقع أن تشهد المملكة نشاطا للرياح خاصة من بعيدة يوم الاثنين بشكل يومي ومتكرر في ساعات بعد الظهر والمساء، الأمر الذي قد يؤدي إلى إثارة الغبار في بعض المناطق الصحراوية والطرق الخارجية، لذا نرجو بكم الانتباه أثناء القيادة والتنقل ما بين المحافظات. قبل الختام بعض التوصيات الهامة بشأن الأحوال الجوية السائدة والمتوقعة في المملكة كلا بحسب المنطقة طبعا. الأمر الأول هو من ضرورة عدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خلال هذه الفترة، عدم ترك الأطفال في المركبات في ظل ارتفاع درجات الحرارة. أيضا ندعوكم إلى الإكثار من شرب السوائل والمرطبات الباردة خاصة لمن يريد الصوم في يوم عرفة، قبل الصوم الإكثار من ذلك المرطبات والسوائل. أيضا ندعوكم أثناء التنزه خلال فترة الأعياد بعدم ترك أعقاب السجائر في المناطق والأراضي الحرجية وتلك الجافة خوفا من اندلاع الحرائق. كذلك ندعوكم إلى الانتباه أيضا من عدم ترك المعقمات في الأماكن المتعرضة لأشعة الشمس بشكل مباشر. أتمنى لكم أعيادا سعيدة وعيدا مباركا أينما كنتم، وإن شاء الله الأجواء ستتحسن بشكل لافت في أيام العيد. كل عام وأنتم بألف خير من فريق طقس العرب، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي.